سلام سلام. بالشكل قناة ديالنا احنا هيو. دابا جيت بغيت ندير واحد العشيوه خفيفه واحد الشوكولاته بغيت نديرها في هاد المقله هابيكال هابيكال سميتها هابيكال مقلوبه دابا كتبان دابا ولا ما كتبانش؟ لا هابي كال دونك شنو ندير باش تبان؟ سكي الكاميرا لا سكي الكاميرا فاش كتكون هكا المهم هابي كال المهم هابي كال هي دايره هكا تيعطيو فيها هاد الجلده سكور ماما هي كتكون عندها دو فاس ماما عندك يضربينا بهاد هادي نورمالمون بحال اللي كتعوض الكوكوط لا شنو قال لي قال لك عندك يضربينا بهاد انا كنضربكم اصلا نكاوي يلا دابا بقاو معنا شويه نوجدوا داكشي اللي غنقولوه بالطبع باكيد موجود او الوغ عندنا شويه دجاج نمشي للمقله ما نعمرش انا جو سوي كونتخ نحط المقادير كامله ونبقى نتفرج فيها نبقاو نخدموا او فيغ اور ميزيغ الوغ الدجاج على حساب الكميه اللي بغيتو هذه غير شي وخفيفه ظريفه الوغ الدجاج وانا هذيك الشي ديال البصله والثومه ويعني والربيع كندوزهم في هاد العشوار ونقلي فيهم الدجاج في المقلات العجيبه بقاو معايا بقاو الوغ هنا درت مطيشة درت ثومة غنطحنهم في العشوار ونقليهم مع الدجاج في المقلات العاق جيبا المهم ماما اللي طحن ما كاينش ما تسديتي ودني ما كاينش تسديتي ودني شاشة ماما ديري الصداع هنا مو الصداع تيعجبك الصداع تيعجبوش الصداع ماما مشيت بولوجي يسها غادي يجي يلتحق بينا شي يقضي واحد المهمة جزيره الكن شي يقضي واحد المهمة صعبه المهمة نتسناو نديرو شويه الزيت البلديه بسم الله هذا لافونتاج ديال هذه المقله هو انها ما كتستعملش فيها الماء بزاف ما كتحتاجيش ديري الماء يعني بحال هي بحال تقول المشوات غنديروا هاد الخلطه تخربيق علاش تخربيق هاد الجيسيس عندو راك الناس كتما نقولوا انا ما حنايا هاد الدجاج ديجا درت ليه كندير ليه العطريه غادي نحطو هنا خمسة مسكين يوسف غنديروها في فوق البوطه ريحتها هضروا معايا يوسف شويه يوسف غادي لكم وناسه شنو درتي اليوم؟ الثومه وغنديروها شنو درتي في التلفاز؟ الصابون وجونيا صابون وجونيا ضحك و افكت ضروري دير ضروري 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 دير افكت كوني وجونيا وشو اخر صابون كل نهار ياك كل نهار دابا خلينا هكا تقلى وناطوندو غادي نكوبي دي ليغوم غنقطعو الخضر ليغوم نديرو نستعملو غير البطاطس والفلفل فقط فلفل عندي لهم علاش غنبداو نحطو باش نحلو مخنا غرانا تاعنا البطاطا عندي لا نديرو ماما مره مره نديرو الطبخ واخا طبختي الشرقه يوسف كيعجبني الطبخ نزلو الفلاور داو دابا غنقطعو شويه الفلفل الفل الفل فل
الفول فول 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 أخضر بحال سدان الفول أخضر فول أخضر حلو هذا حلو حلو كتير حلو مصوت ها حلو مصوت في العالم كله بطاطس اصلا الدار كيفضلوا غير البطاطس ولا بيس آه ها 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 بغيت ندير عندي الجزر وعندي ولكن ما بغيتش نتعيش دغيا باسكو لا باش نتعيش نتعيش هذا غير عشاء خفيف توماس عشاء خفيف نقولوا عشاء ولا عشاء 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 حاولوا رقوها واتساب افري باري ذا بوتيتو يوسف ريلي ها الفلفل الاخضر هذه الفلفل انا هذا بطاطس ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه وديك شنو عشان 11 12 11 كافيه عاوتاني Les herbes de Provence que je vous ai. اختياري انا ما درتش ربيع درت في الدجاج ما عنديش شويه حزه غادي يصزر صافي باسكو انا جيم الزعتر عندي هاد يوسف عندي هاد العطريه دو فولار شتي عليها تمام العطريه دو فولار نديرو شويه ديال سكنجبير هضر يوسف ماشي ضحك هضر ما ضحكتي راه نحبس هذا الشيء انت يوسف كتجي ديك الحاله ديال الكورير ما تعجبنيش انا ديك الحاله اللي كتجي يوسف وهذا بغيت تضحكوا بيا السبب من قله الالم واو هذا كله مزروية كله بقات لي انا الدجاج كندير فيه السوداني ما كنديرش فيه البزار كندير فيه ان بو دو وعرفتي ريحتها حلوه فوق ريحه ريحه قوات نعم حيت لكم واحد من ها بعد ما التوابل اللي نديرو هادو التوابل الماء هادي يا مرقه جا كتجيني العطسه فاش كنشم شي توابل دابا تكون هادي المرقه غنديرو فيها هاد القطع ديال بطاطس 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 كمسا الخضر كامله غنديرو فيها اه صافي صافي خليها هنا تشرب هاديك شفا شنو نطلعو على الطنجرة ديالنا اييه كيفاش بصي زينة هي كتقلى كيتقلى داك الدجاج قلى الدجاج دابا نصفو فوق من الخضر نديرو شوية الماء ونسدو عليه الوغ هي تقلات شوية من بعد ما تقلات
سميت البيضية سميت الريحة 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 ندير بطاطس بطاطس هذا قلت لكم لافونتاج ديال هذا المقلى ما تحتاجيش تمرقي ديري بزاف الماء يعني يكفي انك ديري غير كميه قليله تيطيب في داك الفلفل ديرو الفلفل انا حانا وقت الفلفل يام 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 فلفل كثير من البطاطس هذه اول مره غنستعمل هذه المقلات اول مره انا فيها واحد الطبع خايب كتعجبني حاجه كنشريها وكنخبيها تتخبيها ما استعملهاش اليوم بغيت نجربها نجربوها غنخبيها كيفاش يوسف شاركنا الحديث سي يوسف شاركنا انت الحديث يعني تحدث معنا هضر معنا ساتا قول رايك في هذا الموضوع رأيك في هذا الموضوع؟ انت قول لنا رأيك شكرا ماما اللي بجينا المقام مغفو هاد الجاك والبطاطا صافي انا ساسفي وخلي هاد الميه اللي درت شكرا ماما دابا شويه الحامض ندير شويه الناس نزيد شويه الزيت انا كيعجبني شكرا ماما البلدية زيت البلدية تنجبد واحد شويه الزيتون والحامض او لا 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 تطريحة الحامض دابا ديري البيضه المهم ها هي دابا صافي يعني درنا الخضره هذيك فين درنا التوابل هي ديك الميه اللي درت فيها العطريه هي اللي صبيتها عليها وزويتها بالديه وشويه الحامض مصير والزيتون صافي غنسد عليها راها هانتوما اللي تبان لكم راه ما فيهاش الماء بزاف هي غطيب على لافاكور بحالي على لافاكور سدينا عليها نخليوها طيب شحال نفس الساعه دابا شحال 10 الضرب دونك ديك 10 الساعه 10 وربع 10 وثلث نحلو عليها ان شاء الله يلا يوسف ان شاء الله شنو تقول لي شنو بغيتي تقول لي السلام عليكم نقول لهم بقاو معنا تنحطوا طبق التقديم تنحطوا الطبق التقديم تقديم ما تنساوش ديروا لايك وشير وسبسكرايب
ونشاركوا على قناة ديالنا أم أحزايو. لوغ دابا القبيله كانت 9 العرب ماشي 10 العرب، سمحوا لي على التوقيت. دابا 9 وتولود صافي طفيتي ليها، حلي عليها غابت تحمر الدجاج وطابت المريقه. المهم جات بحال لي ناشفه ما جاتش ميه، انا غنزلها في طبق التقديم باش ناكلو. هانتوما المريقه باش مزيانه كطيب من جوج جهات، يعني حساجيش طيبي المريقه باش مزيانه. ها نتوما ما كتلصقش في الحقيقه، هي ديك المريقه ناشفه بقاتش كاع غير لاصوص، ناشفه المريقه بصحه وراحه. يوسف كي جاتك الاكله قول لي شحال تعطيني النقطه؟ وحده. كيفاش وحده؟ ايوا واحدة على 10. كيفاش واحدة على 10؟ يعني هي نمبر 1 ماشي واحدة. انت شحال تعطيني النقطة احمد؟ 10 على 10. نقطة زينب عطينا زوينة. انت بدا باش زوينة دغيا كطيب وناشفة ما فيهاش دخان. شحال تعطيها زينب تنقيت؟ انا بقيتو 10 زوينة. صح ماذا؟ زوينة 10. واحد. أنت شحال؟ 10. يلا بصحة وراحة. ماما ما تمسحيش ذاك الفيديو في الشرقة بغينا نشوفوه. يلا ما تنساوش. ديروا لايك وتابوناو في لاشين باش يوصلكم وديروا وبكل جرس باش يوصلكم كل شيء جديد. باقي.